نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. لجنة التحقيق في الطائرة المنكوبة تلتقط إشارات الصندوق الأسود. وفد عسكري في فرنسا لاستلام حاملة الطائرات عبد الناصر. إلغاء التعليم المفتوح وتحويله إلى شهادة مهنية والخبراء يحذرون. محامي المتهمين في أزمة المنيا يرفض الصلح العرفي. بعثة المنتخب تصل تنزانيا وجمال علام يهاجم مجلس الجبلاية. المقاتلون السوريون يشنون هجوما بدعم أمريكي لاستعادة منطقة منبج. مفوضية شؤون اللاجئين تتهم داعش باستخدام المدنيين كدروع بشرية. كلينتون مع ساندرز لتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب. وحمدي رزق يكتب اسمع منهم ولا تسمع عنهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد توقيع 5 مذكرات تفاهم مع رئيس وزراء المغرب فيكتور أوربان في المجالات العسكرية والاقتصادية والنقل والخدمات والإعلام. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولية إن الجانب المغربي سيتولى تمويل وتوريد 700 عربة قطار لصالح سكك حديد مصر، ويبلغ إجمالي الاتفاق 1 مليار يورو. وفي سياق متصل، استعرض سامح شكري وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيزيارتو أوجه التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية والتهديدات المنبثقة عن الإرهاب وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار، فيما أكد وزير خارجية المجر أن استقرار مصر ضمان لاستقرار الشرق الأوسط، خاصة أن الوضع في المنطقة هش ما يؤثر على أوروبا. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. إذن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا المجر وما الذي يمكن أن تستفيده مصر من هذه الزيارة؟ لا، ما نقدرش نقول لماذا المجر، لانه المجر احدى دول اوروبا الشرقيه، وكانت هناك علاقات وطيده بيننا وبينها في الستينات والسبعينات، علاقه كبيره جدا. والمجر على فكره هي حاولت تقوم بدور وساطه بيننا وبين اسرائيل في وقت من الاوقات، حتى قبل حرب 73. وما بعد حرب 73 كان السادات علاقته طيبه جدا بقاده المجر على وجه الخصوص. فتنويع مصادرك الخارجيه وتنويع صفقاتك التجارية أو صفقات السلاح بين أوروبا الغربية وبين أوروبا الشرقية دي مسألة مهمة جدا. المجر قطب مهم جدا، بولندا قطب مهم جدا، بجانب روسيا قطب مهم جدا، رومانيا قطب مهم جدا. من الأهمية أن يكون لك شكل من أشكال العلاقات معها، خصوصا إذا كانت دولة راغبة في التعاون معك. وإنت إذا كنت بتتحدثي عن تحديث يعني خط مهم جدا وهو خط السكك الحديد بالنسبة لك، المجر ممكن بخبرتها في هذا المجال ممكن تفيدك. والدليل على كده الاتفاقيات التي تم إبرامها اليوم، أنا أراها أن هو شكل مميز في السياسة الخارجية المصرية، الانتقال بين الجانب الغربي والجانب الشرقي، وتحاول تستفيد من كلا الأقطاب الدولية الموجودة بين الطرفين. أعلنت لجنة التحقيق بوزارة الطيران المدنية التقاط إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن حطام الطائرة المنكوبة، يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين. من ناحية ثانية، قالت شركة إيرباص أن حادث تحطم طائرة مصر للطيران يعزز الجهود المبذولة لصنع صندوقين أسودين ينفصلان عن الطائرة في حال تحطمها، مما يساعد على انتشاله بسهولة. في غضون ذلك، أعلنت السلطات المصرية تلقي بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة كانت تستعد للإقلاع إلى بانكوك. دكتور مختار، البعض قد ينتقد تأخر عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين، والأمر له أبعاد أخرى مختلفة، فما تقييمك لعمليات البحث الجارية؟ صحيح. شوفي، هي مش مسألة تأخر في البحث، أنا متصور أن هناك بحث عن الصندوقين من وقت سقوط هذه الطائرة، لكن هي القضية يعني معيار الحصول على هاتين الصندوقين، لأنه بدرجة كبيرة جدا الحصول على هاتين على هذين
بين الصندوقين إلى حد كبير جدا هيكشف لك ما تم لهذه الطائرة، سبب سقوطها، هل هناك إشارات استغاثة تمت من قبل يعني قائد الطائرة، هل تعرض لعمليات إرهابية في الداخل أو عمليات تهديد أو غيره. دي كلها أمور الصندوقين إلى حد كبير جدا هيكشف الستار حوالين السبب الحقيقي حوالين سقوط هذه الطائرة. وإن كانت كل التقارير تتحدث بأنك أنت ما بين عملية إرهابية قد تكون في الداخل، أو ما بين شبهة يعني أن الطائرة تكون تعرضت ل يعني ضرب من جهة ما، خصوصا أن هذه المنطقة في قيل في نفس في يعني في ذات التوقيت كانت محط لكثير جدا من المناورات البحرية والعسكرية من قبل كثير جدا من الدول في توقيت سريان هذه الطائرة. وفد عسكري رفيع المستوى غادر اليوم متوجها إلى باريس في زيارة تستغرق 3 أيام، يتسلم خلالها حاملة الطائرات الجديدة مستيرال فرنسية الصنع، والتي تم إطلاق اسم الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عليها، فيما سيتم رفع العلم المصري على الحاملة غدا في مدينة تولوز الفرنسية، وتبحر بعدها إلى السواحل المصرية تمهيدا لدخولها للخدمة. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من باريس أستاذة داليا عثمان، محرر الشؤون العسكرية بالمصري اليوم. أستاذة داليا، أهلا بك معنا في هذه النشرة، ونريد تفاصيل أوفى عبر موضوع استلام حاملة الطائرات مستيرال، وهل هناك أيضا صفقات أخرى في الطريق الفترة المقبلة؟ مساء الخير. اليوم وصل إلى باريس وفد عسكري رفيع المستوى، وذلك لمتابعة مراسم الإحياء، مراسم تسلم حاملة الطائرات مسترال سجم جمال عبد الناصر. وسيكون في المستقبل القريب على شهر يناير المقبل هناك أيضا ستتسلم مصر أيضا سجم أنور السادات، وتعتبر السفينة الحربية طراز أمسترال من أحدث حاملات الهليكوبتر على مستوى العالم، ولها قدرة عالية على القيادة والسيطرة لأنها تحتوي على مركز عمليات متكامل، كما أيضا لها القدرة على تحميل طائرات الهليكوبتر والدبابات والمركبات والأفراد. أيضا أستاذ العزيزة، تتمتع هذه السفينة الحربية التي تحمل الطراز مسترال مواصفات عالية، حيث أن لها سرعة عالية، أن هي سرعتها بتبلغ 19 عقدة، فضلا عن أن الطاقم البحري بتاعها بيتكون من 30 ضابطا، إلى جانب أن لها قدرات عالية وإمكانيات فائقة، حيث أن السفينة قادرة على تحميل من 450 إلى 700 فرد بمعداتهم طبقا لمدة الإبحار. أيضا هناك السفينة لها مهام، المهام دي طبعا يعني تتمتع بمهام فائقة، ان هي تقدر ان هي تقوم بعمليات انزال بحري، كما انها تقدر انها تقوم باعمال النقل البحري الاستراتيجي، فضلا عن انها عن قيامها بمهام الاخلاء وتقديم اعمال الدعم اللوجستي للمناطق المنكوبه. يعني احنا ممكن نستخدمها في وقت الازمات او في وقت ما يكون في مناطق منكوبه ممكن نستطيع الاعتماد عليها، الى جانب ان هي فيها تستطيع ان هي تقدم العلاج الطبي مؤهل لقوات التشكيل والعمل كمركز قياده مشترك بالبحر، فضلا عمليات الانقاذ الارواح لما يحصل حاله فقد او حاجه. نعم. لذلك ان هي تقدر تقوم بذلك يعني. نعم، استاذه داليا، سؤال اخير بس عايزه اساله لحضرتك، كيف تعاملت الاوساط الاعلاميه الفرنسيه والصحفيه مع مثل هذه الصفقات؟ احيانا اليوم هو كان بداية وصول الوفد، لكن تعامل الأوساط الإعلامية ستكون غدا، فغدا نقدر نقيم هذا الوضع، لأن غدا ستقوم هي مراسم تسلم هذه السفينة الحربية، فغدا نستطيع أن نقيم هذا التعامل. بس نجد اليوم هناك ترحاب واسع وإقبال شديد، وربما يأتي هذا في ظل على وجود علاقات مصرية فرنسية قوية، وفي ظل التعاون العسكري بين الجانبين على المستوى الفرنسي وعلى المستوى المصري،
وبالتالي ده بيؤكد عمق العلاقات بين مصر وفرنسا. نعم، جزيل الشكر لأستاذة داليا عثمان محرر الشؤون العسكرية بالمصري اليوم، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. دكتور مختار، ربما هذه الصفقات تفتح الباب للبعض الذي يتحدث عن أن مصر بها أزمات اقتصادية، لماذا هذه الصفقات التي طبعا تحتاج الأموال الضخمة؟ عايزين تحليل من حدث. شوفي، صحيح هو ده سؤال مطروح، لكن عندما تتحدثي عن صفقات على غرار المسترال أو على غرار طائرات الرافال، أنت بتتحدثي عن تنويع مصادر سلاح أنت كنت في أمس الحاجة إليه. أنت اعتمدتي على مدار عقود طويلة جدا على السلاح الأمريكي، كان تقريبا في حدود 70 إلى 80% من تسليحك للجيش المصري إلى حد كبير جدا بيعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد عام 1979 على وجه الخصوص. كونك أنك أنت بدأت تتحرري من هذا العقدة أو من هذا الفك بدرجة كبيرة، وبدأت تتجه ناحية فرنسا، أو بدأت تتجه ناحية روسيا، أو بدأت تتجه ناحية أسبانيا في صفقات سلاح متميزة بنوعية سلاح متميز، أنا متصور لا ده إضافة صحيح، لكن ده لا يمنع أنك أنت بتعاني من مشاكل اقتصادية، فيكون عندك شكل من أشكال المناورة ما بين سد احتياجاتك من التسليح في المسائل المهمة، وما بين أنك أنت تدي أهمية لمشاريعك الاقتصادية أو أمورك الاقتصادية الهامة. هي معادلة صعبة نعم، لكن أنا أرى بموجب التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وهذه المنطقة الملتهبة وهذا التكالب الإقليمي والتكالب الدولي على مقدرات المنطقة، واجب على مصر أن تكون على مستوى تسليح قوي تستطيع أن تكون حائط صد للعالم العربي بل لهذه المنطقة بمجمل. الدكتور أشرف أشيحي وزير التعليم العالي أعلن إلغاء نظام التعليم المفتوح وتحويل شهادته المعادلة للتعليم النظامية إلى شهادة مهنية، فيما وصف خبراء في التعليم القرار بأنه رصاصة الرحمة التي أطلقتها الوزارة لقتل التعليم المفتوح في مهده. وقال الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق أحد مؤسسي التعليم المفتوح في مصر إن أي نظام به عيوب لابد من إصلاحها وليس إلغائه. أكد مجدي رسلان محامي المتهمين في أحداث أبو قرقاس بالمنيا أنه لم ولن يطلب عقد جلسة عرفية، رافضا مفاوضات الصلح بين الأطراف، وذلك ردا على دعوات حقوقيين أقباط بتنظيم وقفة احتجاجية بالشموع أمام الكاتدرائية المرقصية بالعباسية احتجاجا على محاولات الصلح العرفي. فيما قرر المستشار محمد الجنيدي رئيس محكمة جنح مستأنف جزئي بالمنيا تجديد حبس 3 متهمين في الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيقات. دكتور مختار، على ما يبدو أن بالرغم أن الرئيس تحدث عن هذا الأمر واعتذر مباشرة للسيدة، ولكن الموضوع وهذه الأزمة يبدو أنها في تصاعد، ما تفسيرك لهذا؟ لا، بالتأكيد كثيرين بياخدوا هذه الأزمة إلى حد كبير جدا بيحاولوا يوظفوهم، كل طرف بيحاول يوظف هذه المسألة لمصلحته، وخلينا أقول لك أن كثير جدا من الأطراف بتحاول توظيف هذه المسألة، إذا كانت هذه الأطراف موجودة في الداخل أو إذا كانت هذه الأطراف موجودة في الخارج. لكن بشكل عام أنا شخصيا على المستوى الشخصي أرى بأنه مسألة إبداء صلح أو أن يكون هناك مرونة صلح ما بين الأطراف المتصارعة، خصوصا عندما تتحدثي عن صراع في منطقة إبلي، إذا كنت تتحدثي عن محافظة المنيا أو سوهاج أو أسيوط أو إنا أو نكح حمادي أو غيره من هذه المحافظات، الجلسات العرفية في معظم الأحوال هي بتبقى حاسمة وقاطعة في كثير جدا من المشاكل اللي بتبقى متواجدة ما بين الأطراف المتصارعة. أما أن احنا ناخد المسألة بأنها أقباط ومسلمين وانه لا يجوز فيها الصلح وانه عليك انك انت تلجا للقضاء وفي طرف يوظفها باتهام اقليات او باضطهاد اقليات او غيره، دي مساله انا اتصور ان كل هذه الامور امور غير محسوبه وامور الى حد كبير جدا بتضر بقيمه الدوله المصريه وعراقتها في هذا النطاق. تسويه الامر عرفيا أو محاسبة المخطئ قضائيا مسألة أهم نعم، لكن التعقيب عليها أو التلويح بأمور كثيرة جدا على غرار الوقفات الاحتجاجية أو غيره مش مطلوبة في مثل هذه الأحوال. من البرامج التي يترقبها الجمهور على قنوات القاهرة والناس في رمضان المقبل برنامج نفسنا الذي يشمل فقرات متنوعة وجديدة أبرزها نفسنا جوت تالنت، وفي هذه الفقرة سنتابع أداء مميز تقوم به 3 محكمات في الحكم على 30 متسابقة يتنافسن بكل الطرق على نفسنا وسرعة البديهة مع خفة الظل، إلى جانب فقرات أخرى ولقاءات مع نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي. كل سنة وانتم طيبين.
انت كم من الانوثه متراكم فوق بعضها. طالما في ابتسامه على وش الناس يبقى انتوا ناجحين. دي كده هزت. احمد ساب ريم، نخش على الانستجرام ريم حضن احمد. راجل قصير عسل. ايه عسل يا اختي، الله هو اكبر من عينك. معاكي 3 دقايق نفسني براحتك. وهوبا. في القدرة على تحمل النفسانة صفر. سرعة البديهة عندها عالية جدا جدا جدا. أنا بختلف طبعا معاهم. طول ما أنا كاركتر بشتغل أكتر. ده أنت يا بنت ما كانش حد يعرفك. بطلي يا بدرية، أنت من نفسنا قوي. بقول لك إيه، ما تخلينيش أفطر عليك. هو كله ضرب ضرب. عايزه اقول لك حاجه، هي تنشر الغسيل وانت تلمه. اغسل المواعين يا راجل. كوبايه شاي في ايدي، ريموتي في الايد الثانيه. ملل 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 ملل. ستوب نفسنا. نفسنا قريبا في رمضان. انا عك عك على القاهره والناس. ما اقطع عينها. وصلت بعثة المنتخب المصري الأول صباح اليوم إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة تنزانيا السبت المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون. وفي سياق آخر، أجرت المصري اليوم حوارا مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي تقدم باستقالته مؤخرا، وأكد أنه اتخذ القرار بشكل شخصي قائلا أن المجلس كان سيرحل عاجلا أم آجلا. وحول اعتماد قائمة ب30 لاعبا بعد رحيله، أكد أنه سيتسبب في أزمة كبيرة تضر بالكرة المصرية. والآن إلى فاصل ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. وإلى الشأن الخارجي، آلاف المقاتلين السوريين المدعومين من الولايات المتحدة شنوا هجوما استهدف منطقة منبجة شمال سوريا التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، فيما تستمر الاشتباكات في ريف الرقة الشمالية بين ميليشيات سوريا الديمقراطية ومسلحي التنظيم. في هذه الأثناء تتعرض مدينة إدلب إلى قصف جوي مكثف، ونفت موسكو قيام طائراتها بتلك العمليات، فيما سقط العشرات بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للخدمات الطبية والمرافق العامة. دكتور مختار، كيف ترصد التقدم الميداني ضد داعش في سوريا؟ لا، انت ما تقدرش تقولي هناك تقدم ميداني ضد داعش داخل الساحة السورية، لكن تقدر تقولي هناك ضربات إلى حد كبير جدا بيكوى بهذه الضربات الكثير جدا من المدنيين. انت امام حاله نزوح ولجوء لم تحصل في التاريخ العربي تقريبا حتى منذ نكبه فلسطين. اكثر من 13 مليون و500 الف مواطن سوري اصبحوا الان ما بين شتات وما بين حاله نزوح ولجوء في الداخل. ماساه الحقيقه انسانيه بكل المعايير. لكن مساله الضربات اللي بتوجه الى داعش، اذا كنت بتتحدثي عن ادلب او بتتحدثي عن الرقه او بتتحدثي عن أي منطقة موجودة في هذا الشريط على وجه الخصوص، دي كلها ضربات في نطاق المعارك الطاحنة اللي بتقوم بين الطرفين. لكن ما فيش حالة من حالات التقدم أو حالة من حالات السيطرة اللي تقدر تقولي بأن هناك أنت حققت نجاحات على الأرض أو استطعت أنك أنت تضيفي إلى أرض أخرى، خصوصا أن الأرض دي هتضاف لمن؟ إذا أضيفت إلى الجيش السوري أو إلى النظام السياسي في سوريا إلى حد كبير جدا بيؤخذ عليها، وإذا أضيفت إلى جماعة المعارضة بيتم توظيفها بشكل أو بآخر. هناك حالة من حالات الصراع الموجود داخل الشأن السوري، وأتمنى على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي أن يكون التوافق ما بين لافاروف كيري اللي هناك اجتماع خاص فيما بينهم بخصوص توجيه ضربات إلى جبهة النصرة وغيره، أن تكون هذه الاجتماعات بغرض الحفاظ على مقدرات الدولة السورية أو إنجاح المفاوضات اللي بتدور رحاها بين جنيف 1 وجنيف 2 وجنيف 3 ومساعدة الدولة السورية على لملمة شتاتها اللي وصلت إلى حد أنه أصبحت الآن مقطعة إلى حد كبير جدا، تسيطر عليها جماعات مسلحة وميليشيات مسلحة موجودة في الداخل، بجانب دول إقليمية إلى حد كبير جدا عندها مطامع على رأسها تركيا إلى حد كبير جدا. هناك مطمع للمنطقة
المنطقة الآمنة بعمق 40 كيلومتر داخل الشأن السوري. مأساة الحقيقة بتعيشها سوريا، نتمنى أن احنا ننتهي منها قريبا. المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أن التقارير الواردة من المدن اليمنية توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية، مؤكدا أنه ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل سريع للأزمة. فيما أفاد نائب رئيس الوزراء عبد الملك المخلافي بأن الضمانات التي حصل عليها الوفد الحكومي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجعل أي تخيل لاتفاق بعيد عن المرجعيات ومجرد أحلام يقظة. دكتور مختار، حضرتك كنت بتتكلم على أن الحل في سوريا هو ربما اتفاق كما وصفته حضرتك لافروف كيري. صحيح. في الوضع في اليمن، ما هو الاتفاق الذي يجب أن يطبق لينهي الصراع الدائر في اليمن؟ واجب ان احنا نحط عناوين مهمه جدا. هل هناك اقرار بوجود الحوثيين داخل الساحه اليمنيه وهم جزء من العمليه السياسيه ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا. الجزئيه الثانيه، ودي جزئيه هامه جدا، انت هتتحدثي على اليمن بموجب دوله اتحاديه او دوله فيدراليه موحده، يعني اقليمين او خمسه او سته او غيره، ولا انت هتمشي بمبدا الاقاليم الخمسه اللي كانوا سبب ماساه اليمن منذ اقرارها في الدستور اليمني حتى هذا التاريخ. دي كلها عناوين مهمه. العنوان الثالث، وده عنوان مهم جدا، انه واضح بان هناك حاله من حالات الصراع ما بين الحكومه الشرعيه اللي بيمثلها عبد الرب منصور هادي وما بين الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، وكل طرف فيهم له آليات يريد يعني أن يطرحها ويريد أن يصمم عليها. هناك لجنة الأسرى والمعتقلين لم تستطع أن تصل إلى شيء، قائمة قدمت ب 2500 معتقل داخل مع الحوثيين ومع قوات علي عبد الله صالح، مفيش رد على هؤلاء المعتقلين ومفيش إرادة من الحوثيين بالإفراج عنهم بدرجة أو بأخرى. فهناك حالة من حالات عدم الثقة. أنت بتتحدثي عن مفاوضات بضغط اقليمي او بضغط دولي او بضغط كويتي موجوده داخل دوله الكويت، لكن ما فيش اراده ما بين الاطراف الحاضره لهذه المفاوضات على الحل. لا في اراده من ناحيه الحوثيين، والى حد كبير جدا الحكومه الشرعيه عندها اقرار او عندها عقيده بان الحوثيين هم واجب ان يكونوا خارج اللعبه السياسيه وما يكونش لهم دور سياسي. الفجوه كبيره الحقيقه ما بين الطرفين. من المهم انك انت تقر بان الحوثيين دول جزء من الشعب اليمني، لان هم 10% من الشعب اليمني. المذهب او الطائفه او طائفه الحوثيين الى حد كبير جدا انتشرت في اليمن، وصلت الى اعداد 30% من السكان. فمن الاهميه ان يكون لهم دور سياسي، بس هي المشكله اي دور سياسي انت هتضع الحوثيين فيه؟ هم جزء من العمليه السياسيه، جزء من صناعه السياسه داخل الدوله اليمنيه، هيكون لهم اقاليم الى حد كبير جدا بيتمتعوا فيها بشكل من اشكال الحكم الذاتي وشكل من اشكال الاداره فيها. الفجوة كبيرة جدا ما بين الأطراف المتصارعة، وأنا متصور أن المسألة أيضا لن تنتهي بسهولة. المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين ويليام سبندلر أكد وجود تقارير تفيد باستخدام تنظيم داعش الإرهابية المدنيين كدروع بشرية في الفلوجة، فيما أكد المتحدث باسم التحالف ضد التنظيم ستيف وارن تحسن الوضع في العراق بشكل كبير عن العام الماضي، ولم تصل القوات العراقية بعد إلى وسط المدينة بسبب زرع التنظيم آلاف الألغام لعرقلة القوات من التقدم تجاه الفلوجة. دكتور مختار، هل سينجح العراق في دحر داعش بنهاية هذا العام؟ شوفي، احنا سئمنا الحديث عن الفلوجة والرمادي والأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة. الوضع في العراق إذ لم تحل المشكلة الطائفية داخل العراق مش هتقدر تنهي داعش، ولا هتقدر تحل المعضلة الموجودة في هذه المناطق السنية على وجه الخصوص. هناك أكثر من 20,000 طفل عالق داخل مدينة الفلوجة بدرجة كبيرة. طريقة التعاطي الحكومة المركزية مع أهالي الفلوجة إلى حد كبير جدا فيها شكل من أشكال المأساة، في عدم ثقة ما بين العشائر والقبائل الموجودين داخل الفلوجة وما بين الحكومة المركزية الموجودة في بغداد. أنا متصور أيضا أن هناك يعني فجوة كبيرة بمثل ما تحدثنا فيه داخل الشأن مع الشأن السوري، وبمثل ما تحدثنا فيه مع الشأن اليمني، أيضا مأساة العراق، الوضع الطائفي اللي بيدار به نظام الحكم هناك إلى حد كبير جدا، وآلية
ميليشيات الحشد الشعبي يعني لو الحكومة المركزية استطاعت أن تحجم الميليشيات الشيعية على وجه الخصوص، وقاسم سليماني إلى حد كبير جدا هو اللي بيقود عمليات المقاومة أو بيقود عمليات المواجهة داخل مدينة الفلوجة، وإلى حد كبير جدا هذا الرجل مرعب، وهذا الرجل يعني مكروه بشدة من قبل العائلات والعشائر السنية الموجودة في منطقة الفلوجة على وجه الخصوص. إحنا نتمنى أن يعني ننتهي من داعش من الفلوجة ومن الأنبار ومن صلاح الدين ومن نينوى ومن ديالة ومن سوريا ومن العراق ومن تونس ومن كل العالم العربي، لكن شرط أن تنهي الصراع السياسي الموجود داخل هذه الدول، وإلى حد كبير جدا يكون هناك معيار مهم هو معيار العدالة ما بين طوائف اللي عايشة داخل الدولة. إذا كنت بتتحدثي عن طيف سياسي معين أو دين معين أو عقيدة معينة بصرف النظر عن انتماءاتها السياسية أو المذهبية. الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة السياسي المخضرم هاني الملقي أدت اليوم اليمين أمام الملك عبد الله الذي كلفها بمهمة الإعداد لانتخابات برلمانية بحلول سبتمبر والدفع بقوانين من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الراكد. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الدعم التقليدي لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة والإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي. قطاع السكك الحديدية الفرنسي بدأ إضرابا مفتوحا قبل 9 أيام على انطلاق كأس أوروبا لكرة القدم، ما يزيد تعقيد الوضع على الحكومة الفرنسية التي ترفض الرضوخ للاحتجاجات على مشروع إصلاح قانون العمل. ولم تتأثر حركة النقل كثيرا عن الخطوط الرئيسية في حين تأثرت الرحلات القصيرة بشكل أكبر وألغيت العديد من القطارات التي تنطلق من باريس إلى الضواحي. قاض فيدرالي في الولايات المتحدة كشف عن وثائق تثبت استغلال المرشح الجمهوري المحتمل لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لأوضاع الطلاب من أجل تشجيعهم على الانضمام إلى دورات مكثفة مرتفعة التكلفة تصل قيمتها إلى 35,000 دولار. يأتي هذا في حين وصف مقال نشر على موقع كوري شمالي وصف المرشح ترامب بأنه سياسي حكيم يمكنه تحرير الأمريكيين من الخوف من هجوم نووي لبيونغ يانغ. المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون أفادت بأن حملتها تتواصل مع حملة منافسها بيرني ساندرز لتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي، وقالت كلينتون أنها ستبذل كل ما في وسعها لتوحيد الحزب الديمقراطي، وأضافت أنها وساندرز سيبذلان قصارى جهدهما لمنع دونالد ترامب من الفوز بالانتخابات المقررة في 8 نوفمبر المقبل. دكتور مختار، هل بدأت حرب تكسير العظام بين المرشحين الأمريكيين؟ ما تقدرش تقولي بدأت الحرب بهذا الشكل، لكن تقدر تقولي بأن هناك قلق داخل الحزب الديمقراطي من مسألة ترامب على وجه الخصوص. واضح بأن هناك جموح أمريكي ناحية ترجيح كفة ترامب على هيلاري كلينتون إذا ما كانت هي المرشحة القادمة للحزب الديمقراطي أمام ترامب. فبدأت هيلاري كلينتون إلى حد كبير جدا توحد شكل آلياتها في التعاطي مع هذه الحملة مع بيرني ساندرز، وإلى حد كبير جدا هناك أقاويل تتحدث بأن ربما يكون نائبها القادم إذا ما هي يعني أصبحت المرشحة الوحيدة للحزب الديمقراطي أمام ترامب في المرحلة القادمة. لكن بشكل أو بآخر واضح بأن حظوظ ترامب في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هي الأرجح، وهي كارثة بكل المعايير للعالم العربي والإسلامي، ومسألة أنا أتصور أنها مرعبة على نطاق الإقليم ونطاق الدولي. هذا الرجل سوف يعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى كره لم تألفه الولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها حتى هذا التاريخ. محكمة تركية أصدرت حكما على ملكة جمال تركيا السابقة ميرفي بيوكساراك بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ بعد إدانتها بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتعد بيوكساراك عارضة الأزياء إحدى مشاهير تلفزيون الواقع، وقد حكم عليها بالسجن 14 شهرا لإهانة أردوغان عدة مرات خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء على موقع انستغرام. الشرطة الأمريكية في مدينة سنسناتي باشرت تحقيقا مع والدي الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الذي سقط في بيت الغوريلا بحديقة الحيوان في المدينة، مما دفع الحراس لقتل الغوريلا والمعرضة لخطر الإنقراض بهدف إنقاذ الطفل. وركز المحققين على تصرفات الوالدين والعائلة التي أدت إلى وقوع الحادث وليست العملية أو إجراءات الأمان في حديقة الحيوان. فاصل ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.
عودا نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان اسمع منهم ولا تسمع عنهم، يكتب حمدي رزق في عدد الغد من المصري اليوم حول تصور الشقاق بين الدولة ونقاباتها المهنية التي وصفها بأنها ظهير الدولة المصرية، متسائلا كيف يعقل أن تكون النقابات المهنية في الجانب الآخر من المعادلة الوطنية، وكيف تنجر أجهزة الدولة المصرية من رقبتها في عداء مستمر مع النقابات المهنية. ويقول الكاتب إن جميع النقباء يدعمون الرئيس في مسيرته ولا يتأخر أحدهم عن دعمه في صالح الوطن، مخاطبا الرئيس: اسمع منهم سيادة الرئيس ولا تسمع عنهم، سيقولون خيرا وستبرهن على أن مائدة الرئاسة تتسع لأبناء الوطن كافة. وتحت عنوان نعمة شفيق لا تقصد، يكتب سليمان جودة في عدد الغد من المصري اليوم متحدثا عن السيدة التي تعمل نائب محافظ البنك المركزي في بريطانيا، وأنها ليست المصرية الوحيدة في البنك، وأن من عادة البنك أن يبحث عن الكفاءة في أي مكان، لدرجة أن محافظ البنك نفسه ليس إنجليزيا، وبطبيعة الحال هناك مصريون كثيرون فازوا بمواقع مهمة في مؤسسات دولية كبرى. أما عن الوضع في مصر، يؤكد الكاتب أنه على النقيض تماما، حيث أصبحت مصر تعاني شحا في وجود أصحاب المواهب والإمكانيات لينحدر الأداء العام يوما بعد يوم. دكتور مختار، إذن هي فكرة أهل الثقة وليس أهل الخبرة، ما رأيك في هذا المقال؟ الحقيقة نعم، أنا أؤيد يعني هذه الجملة جملة وتفصيلا. زي ما بيقولوا، إحنا منذ سنوات طويلة، تقريبا منذ 60 سنة أو 70 سنة، بنعتمد بدرجة أو بأخرى على أهل الثقة، أهل الولاء، بعيدا عن الكفاءة أو القدرة أو أهل الحلم أو من يمتلك رؤية. ودي كارثة في الواقع المصري، وخلينا أقول لك كارثة في الواقع العربي بالمجمل. إنك أنت شفتي لندن أو على يعني أو إنجلترا على وجه الخصوص تتحدثي عن محافظ بنك مركزي أو نائبه، أو تتحدثي حتى عن محافظ لندن اللي فاز أخيرا على قطب من العائلات العريقة البريطانية، وهو رجل له جذور باكستانية، يعني مش إنجليزي الأصل بدرجة كبيرة. فأنت في مصر محتاجة أنك أنت تنظري نظرة مختلفة. صحيح أهل الثقة والولاء مطلوبين، ما فيش شك، عندما تكوني في حالة صراع مع طيف أو مع طيار أو مع غيره، لكن بشكل كبير دول مرحليا ينتهوا. تبدأي تبحثي عن أهل الكفاءة حتى لو مش منتمين إليك أيديولوجيا أو مش منتمين إليك فكريا، لكن بشكل أو بآخر هيستطيعوا أن هم ينجحوا الجهاز اللي بيدروه بدرجة كبيرة. لو أنت تفطي مواقع الجمهورية على وجه الخصوص محافظاتها، هتلاقي مسخ قرى ومسخ مدن، لأنها اعتمدت على أهل الولاء وأهل الثقة، وبعدت تماما عن الفكر، وبعدت تماما عن صاحب الحلم، وبعدت تماما عن صاحب الرؤية. إذا استطعنا أن احنا نضبط هذه المعادلة، أنا متصور أن احنا هنتقدم كثيرا في كثير جدا من مواطن العمل في مصر على وجه الخصوص. والآن إلى فاصل ونواصل من بعد نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع صندوق الدنيا من المصري اليوم. أنا سفير الجماهير لحين عودتهم، وماتش الزمالك بالنسبة لي عيد، مبادئ يعيش من أجلها مؤمن مرجان، الشاب الذي أصيب في 6 من عمره في عموده الفقري، ويجلس من وقتها على كرسي متحرك، إلا أن المدرجات أصبحت المكان الوحيد اللي ملت قلبه من خلاله وحبه وتشجيعه لنادي الزمالك. للمزيد نتابع التقرير التالي للزميلة سحر عربي. كأني بجهز للبس العيد، كأني بجهز للعيد بكرة. الزمالك بالنسبة لي، الماتش بالنسبة لي ده يعني ده عيد بالنسبة لي. وقعت على العمود الفقري، فده اللي عمل الإصابة من سن 6 سنين. حب الزمالك ده جه عن طريق إن والدي حب إن هو يلهيني شوية عن موضوع الإصابة، إن أنا أكون موجود في المدرجات، فبقى كل انتباهي إن إمتى الزمالك يجيب جون، إمتى الجماهير نشوفها بترفع الأعلام، كل انتباهي بقى في الثالثة من سن 6 سنين. الو، السلام عليكم. خلاص اهو جهزت الحاجه، اهو بلمها ونازل اهو ان شاء الله رايحين الاستاد. يا رب الزمالك يكسب يا رب. دعوه يلا، سيبكم اتفرجوا على الماتش. يلا سلام عليكم. كل البيت زملكاوي مش انا بس، يعني بيبقى الموضوع مرهق شويه، ومش الشغل ده، ان انا برجع هنا وبعدين بروح
ويستحسن ان انا باخد اليوم ده اجازه، لاني بيبقى ما فيش حاجه اهم من الزمالك بصراحه يوم ماتش الزمالك. والدي ربنا يعينه بيبقى متواجد معايا، بننزل بنروح. عشر رجاله حبايبك يدعوا للزمالك. انا رايح اهو. عدم وجود جماهير طبعا بيخلي يعني الحضور صعب، لكن بيبقى الموضوع فيه اجتهادات من مجلس الاداره انه يوفر لي ده ان انا اكون متواجد، بيجي عن طريق دعوه منهم. ما ببص لحد في عينيه بشوف هو باصص لي بوجهه نظر عامله ازاي. في ناس بتبقى واخداها فخر انك انت رغم ان مثلا قاعد على كرسي فانت بتروح ورا الزمالك مش منتظر اي حاجه وهكذا. في لعيبه قريبين الحمد لله مني قوي، لما بيشوفوني في التدريب بييجوا يسلموا عليا سواء في الماتش او في التدريب. بدات اشوفهم وهم داخلين اوضه خلع الملابس وهم خارجين من المباريات، بكلمهم بنقل لهم نبض الجماهير، ايه اللي الجماهير عايزه توصله لهم. يعني يعتبر سفير للجماهير عقبال ما الجماهير ان شاء الله ترجع باذن الله. بحب كره القدم جدا، يعني هي اخر حتى لعبه انا لعبها قبل الاصابه بساعه. شحنة الحب لكرة القدم ترجم في التشجيع، يعني مع عدم لعب كرة القدم ترجم في التشجيع. الزمالك يعني في حياتي هو شغل الشغل دلوقتي. دلوقتي نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 41-25، الإسكندرية 36-30، شرم الشيخ 32-27، الغردقة 38-27، الأقصر 45-27، أما عن أسوان فالعظمى 45 والصغرى 27. بكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا النهاردة. شكرا أمل. بشكرك. شكرا دكتور مختار. شكرا. والشكر متواصل لكم مشاهدينا، وتلتقونا غدا ونشرة مصر اليوم من القاهرة والناس، وبعد قليل تلتقونا مع إبراهيم عيسى ومناظرة الأربعاء.